فيديو اتعرض والناس لقيت فيه تعليقات كتير. اول ما دخلت البيت ببص لقيت الناس بتقول لي الحق بغداد بنجاح تم استبعاده، بغداد بنجاح تم استبعاده. لما شفت ان بغداد بنجاح تم استبعاده قلت بس الحمد لله على السلامه، اخيرا جمال بالماضي افرج عن قائمه المنتخب الجزائري، اخيرا واحد من اكبر اسرار بالماضي طلع وهي قائمه مباراتين الكاميرون. خير وبركه، كويس ان القائمه نزلت. بقى بغداد فيها بغداد مش فيها يا باشا؟ احنا قلنا ان احنا ندعم قرارات الراجل، صح؟ خد بغداد ما خدش بغداد يبقى بالصلاه على النبي انت اللي اضرب فرقتك، انت اللي هتحاسب في الاول او في الاخر. كجمال بالماضي القائمه بتاعته في حراسه المرمى رئيس وهاب بولحي والكسندر كوجيا ومصطفى زغبه، خط الدفاع عيسى مندي، عبد القادر بدران، مهدي طهرات، جمال بالعمري، احمد توبه، يوسف عطال، حسين بن عياده، يوسف العوافي، رامي بن سمعاني. الاسم الجديد طبعا هو يوسف العوافي، لاعب النجم الساحلي تقريبا. خط النص اسماعيل بن ناصر، سفيان فيغولي، عدلان جديوره. بالنسبه لي هفضل اقول لك مليون شابوه على رجوع عدلان جديوره، بس لي سنه ومش سنه. رامي الزروكي واسماعيل بن ناصر كانوا محتاجين بديل قوي، وعدلان جديوره بديل قوي جدا جدا جدا. الا لو قلت ان عدلان جديوره يكون اساسي واسماعيل بن ناصر او رامي الزروكي واحد فيهم هيكون على الدكه، في الحالتين انا راضي، لان المنتخب الجزائري لما لعيبه خط النص عنده كانت بتغيب في بطوله افريقيا كان الايقاع بيقع والنسق بيقع والفرقه شكلها بيقع، فكان لازم انك تضم لعيب قوي في نص الملعب مع اسماعيل بن ناصر ومع رامي الزروكي. رجوع عدلان جديوره، لو قعدت تشيل بغداد بنجاح من هنا لحد نهايه السنه اقول لك انا موافق، بس اهم حاجه تامن خط النص كويس قوي. هشام بودوي لاعب نيس ورامي الزروكي، بصراحه ما اتفرجتش على هشام بودوي ده قبل كده عشان ما هبتش، بس هو سمعت ان هو كان عنده مشكله وازمات في موضوع الزياره اللي كان الصهيوني والكلام الفاضي ده، بس ما لناش دعوه يا موري. خط الهجوم رياض محرز، رشيد غزال، عوده رشيد غزال نجم بشكتاش، يوسف بلالي، محمد بنياتو مهاجم الغرافه تقريبا او مهاجم السليه القطري، واسحاق بالفضيل واسلام سليماني. طبعا اسحاق بالفضيل واسلام سليماني هم اللي هيكونوا منافسين لبعض على المركز الاساسي في خط هجوم المنتخب الجزائري. بصراحه ما عنديش اي مانع في استبعاد بغداد بنجاح، لان افضل دايما اقول لك ان القصه قصه مدير فني. المدير الفني شايف ان اللعيب ده يستحق ان هو ندري شويه من الجمهور عشان الجمهور كان حاطط عليه الفتره اللي فاتت، يبقى ندري شويه. اللعيب ده محتاج ان احنا نضمه مهما كان حالته، يبقى نضمه مهما كان حالته. وفي الاول وفي الاخر مين اللي بيتحاسب؟ المدير الفني بس. بس هتقولي طب استبعاد سعيد بالرحمه قعد كده شفاف؟ هقول لك انا كنت عامل فيديو 8 دقايق كنت بتكلم فعلا ان سعيد بالرحمه لعيب لا مؤاخذه محلي ولعيب لسه ما يستحقش ان هو يكون لعيب دولي، رغم المستويات العظيمه اللي بيقدمها مع ويست هام. ده كان راي الوضع في سعيد بالرحمه، ان في لعيبه بتقدم اداءات وعطاءات مميزه مع فرقها وبتيجي في منتخب بلدها بتلاقيها ان هي تاهت، وانا كنت بشوف ان سعيد بالرحمه واحد منهم. فبصراحه مش مستغرب كتير من عدم انضمام سعيد بالرحمه، بالعكس رشيد غزال واحد هيقرف يوسف بلالي، يوسف بلالي هيبقى عارف كويس قوي ان عنده بديل قوي جدا ممكن ياخد مركزك في اي لحظه وهو رشيد غزال. فبالنسبه لي رشيد غزال اختيار موفق جدا عن وجود بغداد بنجاح. احنا كنا بنقول ان احنا ندعم بنجاح وسليماني طالما راجل اختارهم، دلوقتي راجل ما اختارهمش يبقى ندعم اللي موجودين. ده الكلام اللي الناس بتقوله. هتقول لي يا مصري انت قائمه منتخب بلدك لسه نازله؟ اقول لك حبيبي قائمتنا كنت عارفها من الاسبوع اللي فات، فمعلش بقى ما تقوليش اختونا ما تختوناش. انا اول قائمه نزلت عندي كانت قائمه منتخب مصر. مش هقول لك اتفرج على الفيديو انت كده كده مش هتتفرج، بس بقول لك ان انا اتفرجت اتكلمت على قائمه منتخب بلدي اول حاجه، دي حاجه لازم توصل لك الرساله دي، واتكلمت برضه على قائمه تونس وقائمه المغرب. الموضوع مش متعلق بخطوره بس. لو انت لسه ما خططناش اعمل لايك، ما خططناش لسه وكمل معانا اعمل سبسكرايب، اما لو انت خططنا فبراحتك برضه مش اي مشكله.